بحش فيه شخصين. منو؟ بو جاسم وماما تل. مو طبيعيين. أقول لك لدرجة خي خلاص. صدق أحس وصل مرحلة مو طبيعية كي. أيه هو فاتح لايف. هو فاتح لايف في عنده فرحان لايف وصل 1200. قال شو؟ قال لي تبى تبى للناس كده. يا ربي ترى مو طبيعي. سكر اللايف خلاص سكر. لا والله من يوم ما دخل لين ما طلع ولين ما ركب السيارة على فكرة. فاتح لايف. أقول شيء يعني يا رب الفيديو يوصل لك. أقول ما أتأكد من هذه اللحظة والله. أنا شو أقول أنا؟ أقول يا أبو جاسم ترى أنت مو طبيعي. حولي قال شيء بنظرة. يا أبو جاسم عادي. طالعنا في واحد وقف على الكرسي حشغله غنيه وطلع الكرسي. تخيل ماما شلتها وصلت فوق الكرسي. فوق الكرسي وصلت. تخيل حاطين اثنين حاطين فيها شيء. دوم 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 وين؟ وين خايف تسوي؟ دوم دوم دوم. شو بعمل حاجة ممكن أبتدي أطبخ الحين؟ أطبخ الحين ما أبي قايل. لبتشي قلت حاول. بس أكثر اثنين مو طبيعيين ولا فاتك بس بيصير عند الباب. دخ أنا؟ لا لا ما أحش. ترى الله أنا إنسانة ما أحش. مستحيل مستحيل أحش على حد مستحيل.